يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي رسول الله كأنك تنظر إليه وتراه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محاسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، طلاقة وجهه مع الناس صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق الناس وجها، وأكثرهم تبسما وأحسنهم بشرا. روى البزار بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت: نذير قوم أتاهم العذاب. فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها وأحسنهم بشرا. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته، قالت: كان ألين الناس بساما ضحاكا، لم ير قط مادا رجليه بين أصحابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.